مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم تويشيه رياضيه. تويشيه اليوم جاونا فيها بزاف الرسائل منكم نتوما متتبعينا. هاد الرسائل حول الموضوع ديال الحلقه السابقه، حول الصراع اللي دار بين محسن مشولي وعبد الرحيم الشاكر في لقاء الفريق ضد بيراميدز المصري. هاد القضيه دوينا فيها في الحلقه السابقه، جاونا بزاف انتقادات عبر التعاليق ديال القناه. هاد الانتقادات كانوا حول علاش تطرقنا لهاد القضيه. هاد القضيه تطرقنا لها حيتاش مثل هاد اللقطات ولو كيألمونا في القلب ديالنا باش نشوفوهم بين اللعابه ديالنا، اننا احنا في زمن الاحتراف لعابه تبارك الله كبار. عبد الرحيم الشاكر سميتو كتكلم عليه، الكارير ديالو تبارك الله عليه، الالقاب ديالو. محسن مشولي ما نحتاجوش نهضروا عليه، سميت مشولي كترعب اي فريق وكترعب اي واحد كيسمع سميت محسن مشولي او المايسترو او كيف ما كنلقبوه الجماهير ديال الرجاء المش ديال الفرقه. اليوم جاونا بزاف كما قلنا ديال الرسائل الصوتيه عبر الواتساب منكم متتبعينا، وغنخليكم تشوفوا هاد الرسائل والناس كيفاش دواو عليها. سلام خويا، انا ودادي، وبالنسبه للمشكل اللي كان وقع بين مشولي وشاكير، مشولي كان العميد ديال الفرقه وتمكن ان شاكير يرفع لي يدو وسط رقعيه الميدان وقدام الكاميرات وقدام اللاعبين الاخرين. هنا كاين حد مشكل كبير، لان كاع الدول تحدثوا على هذا الموضوع. هذا علاش هذاك شاكير يهز يدو على العميد ديال الفرقه، وبالخصوص وقت وسط رقعيات الميدان. لو خرج عن الملعب يعني في قاعه الملابس ثم غادي تكون احسن، يعني لما غادي تشوفوا لا كاميرا لا والو. هنايا كيف كنت تشوف، كيف شفتو في الفيسبوك او يوتيوب او في التلفزه، كاع الدول هضروا على هذا الموضوع. هذا يعني هذا دار واحد الضجه كبيره. وثاني واحد النصيحه، يعني نحد نصيحه لشاكير، يعني العميد ديال الفرقه ديالك يعني خاصك تحترميه وخاص دير ليه واحد القيمه، يعني واخا تكون انت مخاصم معاه ولا شنو هو، مشاكلك تكون بينك وبينه خارج الملعب. بالنسبه داخل الملعب فهو اخوك، لو الخصم يكون اخوك في الملعب يكون خصم، يعني يكون عد باش لن اقول عدوك، لكن يقول خصم. لا توجد هناك صداقه داخل الملعب. السلام، قناه وشيا ريادي، انا من مشجعي فريق الرجاء البيضاء، وبغيت نعرف اشنو دار بين عبد الرحيم شاكر ومحسن مشولي يوم الامس، وشكرا. ثم تخاصمش ماشي اشي دار ما بين يومي تحسومه، ما يخصهمش يتخاصموها، يعني يخرج في التعب شويه باقي نورمال، باقي ماشي شي، يعني خصو يجمعو راسو، خصو يحسنو من الاداء ديالو، خصو الدفاع يعمرو ويتقلو، ماشي يتخاصم، الله يحشمو بالله، عيب، ما يلعب. هادي كما لاحظتو متتبعينا كانت الرأي ديال الجماهير لا الرجوية لا الودادية حول اللقطة اللي كانت بين عبد الرحيم شاكير وبين محسن مشولي. حنا علاش دوينا على هذا الموضوع؟ لاننا شنا هاد اللقطه ضراتنا في خاطرنا، كنشوفوا لاعب من قيمه مشولي كان تقليل ديال الاحترام ديالو من الزميل ديالو، خصوصا عفوا كنعرفوا ان اداره النادي والاداره التقنيه ديال الرجاء عاطي لمحسن مشولي شاره العماده، ومحسن مشولي هو القائد بامتياز في فريق رجاء الرياضي، وان جميع اللاعبين واجب عليهم يحترموا هذا اللاعب، وانه الا كان غيطرى بحال هاد السلوكات يطرف من الاحسن. إلا كنا كنلاحظوا بحال هاد اللقطات إلا كانوا غيطراو يطراو في مستودع الملابس حسن ما يطراو في البولوز أو في الملعب، أن الخصم كيشوفك وأن أعين الكاميرا مفيزيا عليك
واللي حس في النفس ديالنا هو ولينا كنلاحظوا المحلل شيبا اللي كان في البلاطو ديال بين سبور ولاو كيقولوا ليه الناس اللي من دول عربيه شرح لينا شنو داز بين الحوار بين شاكر ومحسن ميشولي. داكشي علاش دوينا على هذا الموضوع. وبهذا مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه تويشيات اليوم. نضربوا لكم موعد لاحق في موضوع اخر. بالسلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma